السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ نصر أبو عبر قناة الأستاذ الناجح، تلميذ الأولى متوسط. نواصل معكم سلسلة دروس مادة الرياض، وهذا الدرس يعتبر الجزء الثاني الخاص بالدرس الذي سأترك لكم رابطه في صندوق الوصف. على بركة الله، المعلم المتعامد والمتجانس. كمعلومة بسيطة فقط أعزائي التلاميذ، البعض من المعلومات التي ستأخذها في هذا الدرس ستذكرك بدرس أخذناه في التعليم الابتدائي وهو المرصوف. على بركة الله، كما قلت، المعلم المتعامد والمتجانس. ماذا يوجد في المعلم المتعامد والمتجانس؟ عندنا مستقيم، ما به؟ أفقي، يشبه للمستقيم المدرج. إذن عندي مستقيم أفقي يسمى محور الفواصل. هذه الأسماء يجب تحفظها جيدا، محور الفواصل. وعندنا مستقيم آخر عمودي يسمى محور التراتيب. جيد. الآن، لماذا سمي معلم متعامد ومتجانس؟ متعامد لأن كلا المحورين متقاطعان ومتعامدان في النقطة O والتي تسمى المبدأ. إذن النقطة O هي المبدأ. أعيد، سمي معلما متعامدا لأن محوره يتعامدان في النقطة O. ولماذا سمي متجانس؟ متجانس لأن وحداته، هذه الوحدات متقايسة. على سبيل المثال، أنا مثلا الوحدة الواحدة رسمتها بعشرة سنتيمتر، عندي عشرة سنتيمتر هنا، عشرة سنتيمتر هنا، 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 في كل الأماكن كل الوحدات متقايسة أي متجانسة. إذن أقول المستقيم الأفقي نسميه محور الفواصل، أما العمودي يسمى محور التراتيب، أما النقطة التعامد المحورين هي المبدأ، وكسبيل المثال نقول سميناها O. الآن تحديد إحداثية نقطة على معلم متعامد ومتجانس. لنأخذ المثال A و B. ماذا نحتاج؟ إذا كنت في ورقة ميليمترية ستكون سهلة أكثر، لكن أنا فضلت أن أو تعمدت عدم وضعها أو شرح هذا الدرس في ورقة ميليمترية. لماذا؟ تأخذ، إذا كنت في الكراسة عزيزي التلميذ أو على ورقة بيضاء، تأخذ قلم رصاص والكوس. أولا تذهب إلى النقطة A، وماذا تفعل؟ تضع الكوس هكذا أو المثلث القائم هكذا، وتطابقه مع محور، اسمع جيدا، محور الفواصل. لاحظوا معي أعزائي التلاميذ، سأقوم بتكبير الصورة لكم. لاحظوا النقطة A، لو أنزلناها أو أسقطناها على محور الفواصل أين ستقع؟ ستقع في هذا المكان، في النقطة هذه. لنعيد، لنتذكر معا درس المستقيم المدرج. قلنا أنه يبدأ من الصفر، بعد ذلك عندي زائد واحد، بعد ذلك زائد اثنان، زائد ثلاثة، زائد أربعة، زائد خمسة، زائد ستة، زائد سبعة، زائد ثمانية، إلى زائد ما لا نهاية. في هذا الاتجاه، اتجاه محور الفواصل يكون في هذا الاتجاه. إذن النقطة A أسقطناها على محور الفواصل فوجدناها ماذا؟ زائد ثلاثة. أكتب هنا A، أفتح قوسا وأكتب ماذا؟ أكتب أعزائي التلاميذ، أسقطت النقطة A على محور الفواصل فوجدت زائد ثلاثة، أضع فاصلة منقوطة، وبعد ذلك
آخذ قلم رصاص أيضا والمثلث القائم وأحاول إسقاطها على محور التراتيب بهذه الطريق، أضع الكوس بهذه الطريق هكذا. لاحظوا معي أين ستسقط النقطة A على محور الترتيب. لاحظوا معي هكذا. كم أعزائي التلاميذ، قلنا أن المبدأ هو صفر، في هذا الاتجاه يكون موجب، في هذا الاتجاه يكون موجب، أيضا محور الترتيب في هذا الاتجاه يكون موجب. زائد واحد، زائد اثنان، زائد ثلاثة، زائد أربعة، زائد خمسة، زائد ستة، إلى زائد ما لا نهاية. نلاحظ أن النقطة A سقطت على محور التراتيب في النقطة زائد خمسة، زائد خمسة. إذن أكتب فاصلة منقوطة وبعد ذلك زائد خمسة وأغلق القوس. فماذا أقول؟ أقول أن زائد ثلاثة وزائد خمسة هي إحداثية النقطة A. زائد ثلاثة أعزائي التلاميذ أين سقطت؟ هل سقطت على محور الفواصل أم على محور الترتيب؟ سقطت على محور الفواصل، إذن زائد ثلاثة نسميها فاصلة. أما زائد خمسة وقعت على ماذا؟ على محور الترتيب، إذن زائد خمسة نسميها ترتيب. إذن هنا نستنتج أن إحداثية نقطة تتكون في معلم متعامد ومتجانس تتكون من فاصلة وترتيب. وأذكركم بدرس المرصوفة في التعليم الابتدائي، قلنا نقول تشفيرة أو تشفير نقطة، لم نكن نعرف المحور المتعامد والمتجانس، ولم نكن نعرف الفاصلة، ولم نكن نعرف الترتيب، قلنا فقط في التعليم الابتدائي تشفير نقطة. الآن عرفنا اسمها الحقيقي. الآن ننتقل إلى النقطة B. بنفس الطريقة أعزائي التلاميذ، ماذا أقول؟ B سأسقطها على محور الفواصل، دائما أبدأ بمحور الفواصل. في هذا الاتجاه تكون الأعداد موجبة، وفي هذا الاتجاه العكسي تكون سالبة. أتكلم عن محور الفواصل، إذن هنا عندي زائد واحد، من الجهة الأخرى ناقص واحد، ناقص اثنان، ناقص ثلاثة، ناقص أربعة، ناقص خمسة، ناقص ستة، ناقص سبعة، ناقص ثمانية، ناقص تسعة، حسب متطلباتك، ناقص عشرة، إلى ناقص ما لا نهاية. أقول أسقط النقطة B على محور الفواصل. هاي النقطة B، سأقوم بالتكبير. لاحظوا معي أعزائي التلاميذ أين وقعت النقطة B؟ وقعت على ماذا؟ على ناقص اثنان. أفتح أو أكتب B، أفتح قوسا وأقول محور الفواصل وقع على ناقص اثنان، نقطة أو فاصلة منقوطة بعد ذلك. الآن يجب أن أسقطها على ماذا؟ محور الترتيب. بهذه الطريقة دائما يجب أن يكون المثلث القائم عمودي على المحور. ها هو عمودي عليه، على ماذا وقع؟ هكذا. لاحظوا معي، قلنا محور الفواصل عنده موجب وعنده سالب، أيضا محور الترتيب عنده موجب من الأعلى. لماذا؟ لأن الاتجاه لاحظوا أين؟ إلى الأعلى، ومن الأسفل سالب. إذن أقول هنا زائد واحد، من الجهة الأخرى ماذا عندي؟ ناقص واحد، ناقص اثنان، ناقص ثلاثة، ناقص أربعة، ناقص خمسة، ناقص ستة، ناقص سبعة، ناقص ثمانية، ناقص تسعة، إلى ناقص ما لا نهاية. نلاحظ أن B سقطت على محور الترتيب في ناقص ثلاثة. أكتب هنا ناقص ثلاثة وأقول إحداثية النقطة B هي الفاصلة ناقص اثنان والترتيب ناقص ثلاثة.
جيد أعزائي التلاميذ، الآن ننتقل إلى تعليم أو تعيين النقطة. المرة الأولى أعطانا النقطة ونحن استنتجنا الإحداثية، الآن سيعطيني الإحداثية وسأقوم بتعليمها أو تعيينها على المعلم المتعامل والمتجنس. الآن أعزائي التلاميذ أعطاني إحداثية النقاط C و D و E و F وطلب مني تعيينها على المعلم المتعامد والمتجنس. نبدأ مع النقطة C، ركز جيدا دائما باستعمال الكوس والقلم الرصاص عندك. C زائد 2 وناقص 5، دائما نبدأ بالفاصلة زائد 2 ثم ننتقل إلى ناقص 5. أين زائد 2؟ ها هي أعزائي التلاميذ، زائد 2 وعندي ناقص 5 في الترتيب، يعني سأركز على محور الترتيب. كم؟ ناقص 5، ناقص 5 تكون من الأسفل جهة السالب. بعد ذلك ماذا أفعل أعزائي التلاميذ؟ أضع الكوس بهذا أو المثلث القائم بهذه الطريقة، يجب أن ينطبق على ماذا؟ على محور الفواصل. لماذا؟ لأن زائد 2 محور الفواصل. هكذا أقوم بعملية رسم نقاط متقاطعة، بعد ذلك ما زال قصير، يجب أن أنزل إلى ماذا؟ إلى ناقص 5. هكذا أعزائي التلاميذ، لذلك أعزائي التلاميذ أنزل إلى الأسفل وأضع الكوس، ويجب أن يكون عموديا مع محور الترتيب في النقطة ناقص 5. ها هي أعزائي التلاميذ ناقص 5، ها هي النقطة، وأرسم بهذا الشكل. نلاحظ أن النقطة أن زائد 2 وناقص 5 تقاطع في هذه النقطة. هذه النقطة ماذا نسميها؟ سنسميها C. جيد، الآن ننتقل إلى ناقص 2 وزائد 5. نبدأ بناقص 2 ثم ننتقل إلى زائد 5. بما أن ناقص 2 هي فاصلة سأركز فقط نظري مع محور الفاصل. هاو هاي ناقص 2، ناقص 1، ناقص 2، هنا هذه ناقص 2 وعندي زائد 5، زائد 5، زائد 5 أين هي؟ ها هي زائد 5. جيد، بعد ذلك ماذا أفعل؟ أقوم بوضع الكوس معامدا لمحور الفواصل بهذه الطريقة أعزائي التلاميذ، هكذا أقوم برسم مستقيم أو خط أو نقط متقاطعة حتى أصل إلى زائد 5، هكذا. بعد ذلك عندي زائد 5، ها هي، أضع الكوس مطابقا لمحور التعامد، محور الترتيب عذرا، لهذا فضلت عدم العمل على الورقة المليمترية لكي تتعلم لوحدك. هكذا نقطة التقاطع بين ناقص 2 وزائد 5، ها هي النقطة، هذه تسمى أ. جيد، الآن ننتقل إلى النقطة D. ناقص 2 ناقص 5، ناقص 2 ها هي وناقص 5 ها هي. بعد ذلك أضع الكوس بهذه الطريقة، أقوم برسم نقاط متقاطعة أو خط كما تشاء حتى أصل إلى ناقص 5. بعد ذلك أضع الكوس معامدا لماذا؟ إلى ناقص 5 بهذه الطريقة. نلاحظ أن ناقص 2 وناقص 5 تقاطع في هذه النقطة وسنسميها D. بقيت لي نقطة واحدة وهي F. F أين هي؟ زائد 2 وزائد 5، كلاهما موجب، زائد 2 زائد 5، زائد 2 ها هي لأنه محور الفواصل، وزائد 5 ها هي. أقوم بإسقاط زائد 2 هكذا، يجب أن يكون معامدا لماذا؟ لمحور الفواصل، لأن زائد 2 في محور الفواصل، هكذا. بعد ذلك نرسم خطا هكذا أو نقاط متقاطعة كما تشاء، أيضا زائد 5 بهذه الطريقة،
أين تقاطع زائد 2 وزائد 5 تقاطع هنا، وهذه النقطة ماذا تسمى؟ عندنا سي دي او وعندنا اف. الآن أعزائي التلاميذ أنهيت من تعيين كل النقط، الآن سأقوم بالربط بين هذه النقط. لاحظوا معي فقط هكذا وهكذا، ماذا تلاحظون؟ تحصلت على الشكل سي دي سي دي او اف، هذا الشكل سي دي او اف رباعي. أعزائي التلاميذ، سأقترح عليكم هذا السؤال، ما هو الشكل المتحصل عليه؟ أعزائي التلاميذ، لمن يريد الإجابة في التعليقات أنتظر إجاباتكم في التعليقات، وأصحاب الإجابات الصحيحة سأنشر أسماءهم في القناة وأيضا في صفحتي على الفيسبوك كتحفيز لهم، لكن بشرط عندكم كحد أقصى إلى يوم الأربعاء. إلى هنا أصل إلى نهاية هذا الفيديو، نلتقي في فيديوهات وتطبيقات كثيرة بإذن الله تعالى إذا وجدت تفاعلا مع هذا الفيديو. قبل المغادرة لا تنسى الضغط على زر اللايك، الاشتراك في القناة والمشاركة معنا في السؤال، وأيضا نشر هذا الفيديو في المجموعات لكي يستفيد غيرك. في أمان الله.